دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون ختام موسم الهجن بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء وكافة المحافظات المصرية. النهاردة هتحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ في أكتوبر 1973. الاحتفالية هتقام بقاعة ثروة عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بالمبنى الجديد لأكاديمية الفنون بالهرم في تمام 7:30 مساء. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة. هيلتقي بيراميدز مع الجونة في تمام 4:00 عصراً، وفي 7:00 مساء هيلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري.